قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن بلاده لا تحتاج إلى إذن من أحد لتقليص إنتاج النفط. وفي تصريحات صحفية توقع الفالح وصول إنتاج النفط إلى ما بين 10.7 و 10.8 مليون برميل يوميا في ديسمبر الحالي، مؤكدا أن دول أوبك تريد تحقيق استقرار للسوق وليس لإحداث صدمة، مشيرا إلى أنه لا توجد اتفاقية حول مستوى إنتاج النفط لأوبك.